نعود إليكم مجدداً مشاهدينا الكرام ونتواصل معكم في رابع الفقرات. بالأمس ومن مدرسة أحمد بشير العبادي تم قرع الجرس كبداية جديدة للعام الدراسي الجديد بحضور لفيف من أولياء الأمور والتربويين وإدارة جامعة الخرطوم. كاميرا قناة النيل الأزرق كانت حاضرة في هذا الحدث، نتابع ونتواصل معكم. نهني الجميع بحلول العام الدراسي الجديد 2022-2023، ونتمنى أن يكون هذا العام عام نجاح واستقرار وتفوق وتميز وصحة وعافية للجميع. وأنا بوجه رسالة للآباء وللأمهات ولبناتنا التلميذات، التعاون معنا للارتقاء بالعملية التعليمية، لأن الساعد الأيمن لنا في هذه المدارس هم أولياء الأمور. مدرسة أحمد بشير العبادي الابتدائية مدرسة ذات تاريخ عريق، معروفة في أم درمان من المدارس المتميزة، من المدارس التي تقدم خدمات تعليمية جليلة. وفي هذا العام سبقت استعدادات كبيرة جداً بين المجلس التربوي وبين كلية التربية ووزارة التعليم بولاية الخرطوم، واتفق الجميع على تضافر الجهود من أجل عودة المدرسة إلى وضعها الطبيعي بأن تكون من المدارس المتميزة. جمعت المال كي تبني، فهد المال ما تصنع، وهل يبكى على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ كنوز الأرض لا تغني إذا جاء الذي ينزع، لفعل الشر لا تمضي لفعل الخير فلتهرع. من الإنس إلى الجاعي سأبقى العمر في حرب، أحارب كل شيطان أحارب. أهني إدارة المدرسة والمعلمين والعاملين والطلاب العام الدراسي الجديد، ونتمنى لهم توفيق وتميز إن شاء الله. نتكلم عن أهمية دور المرشد النفسي أو المرشد الاجتماعي داخل المدارس في السودان. أهمية المرشد الاجتماعي مهم شديد، المرشد النفسي مهم شديد في كل المدارس، يعني ما في مدرسة العبادي بس، إحنا عندنا مكتب تأسس سنة 2019 والحمد لله. أهمية المرشد النفسي إنه المشاكل والسلوكيات اللي بتحصل داخل المدرسة وفي الفصول مرات الأبهات ما بكونوا مدرين بها أو على علم بها، فبيتم عندنا المعالجات غير المعالجات الأخرى من التدني وإهمال الدراسي وصعوبة التعلم. نتمنى يعني يكون العام عام سعيد موفق لهم من سابق الأعوام اللي مضت، يعني لقينا معاناة شديدة، وإن شاء الله يعني نتمنى ذلك، نتمنى الخير لهم والتوفيق، ونتمنى من السلطات المسؤولة كلها، يعني لقينا الطراحيل يعني مبالغ باهظة جدا، ولقينا ده كله عبء على الآباء والأمهات، فبنطالب يعني بس الجهات المسؤولة كلها تنظر في أمرنا من جهات المدارس العامة الحكومية، المدارس الخاصة برضه بقت مبالغها عالية جدا جدا، وده فيه إرهاق وتعب و مجاهدات عديل كده بالنسبة للوالد أو الوالدة. كان هناك رجل كان يطعم زوجته ويجوع أمه، فكان في لحظات الموت، فوقفت روحه في آخر رغبته، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأمه أن تعفي له، فلن تعفي له، فقال لا يوجد شيء إلا أن نحرقه، فقالت لا سأعفي له، فعفت له. فيا بنات ويا أولاد أعيدوا تصرفاتكم مع أمهاتكم، إن الأم كالعمر لا تتكرر مرتين، وصدق من قال كل البيوت مظلمة حتى تستيقظ الأم، وصدق أيضا من قال لا يوجد مخدة وزادة أدفع من عظم الأخ. حمار وقع، قال الراكبين الطيارة كلهم بيتكلموا إنجليزي، قال لهم حمار وقع، قالوا له وات، قال
ماري وقع قالوا لي وقع قال لهم هي هتنبلك. واتمنى انه يكون عام سعيد وعامر بالاستقرار، ونتمنى لاولادنا التوفيق فيه. بس طبعا زي ما الناس عارفه يعني المدارس بقت تكاليفها عاليه جدا، المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه برضو يعني بتتطلب ترحيل من اولياء الامور وبتتطلب حاجات زي دي. فهسه مثلا احنا في المدرسه هنا كتب ما ادوها لاولادنا يعني. فبتمنى شويه من الدوله انه تراعي لاولياء الامور وعارفين انهم ما بقصروا يعني يحاولوا يساعدونا، ادوا الطلبه كتب في المدارس الحكوميه وكده. ويعني برضو موضوع التراحيل بتمنى يعني الحاجه اللي كانت زمان فكره البص المدرسي يا ريت انه دعوا للفكره دي عشان شويه تقلل عن.